الكوليرا هي الحرب التي تقتل بلا هوادة في أهم مدن اليمن صنعاء. في قلب مؤسسات الدولة المخطوفة عشعش فساد لا سابق له، انعكس تأثيره سريعا على شوارع المدينة، ومن بين هذه الأكوام انطلقت الموجة الثانية من وباء الكوليرا القاتل. حتى إعداد هذا التقرير سجلت 34 حالة وفاة وأكثر من 2000 إصابة، غالبيتها العظمى في صنعاء وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تكتظ هذه المستشفيات الحكومية محدودة العدد في العاصمة بالمصابين، وسط تأهب من قبل الكادر الطبي ساهم إلى حد كبير في احتواء الحالة الحرجة التي تتوافد إلى هذه المستشفيات. وهذا مرض يعني فعلا جاب للناس التدهور، يعني فجأة كذا ينزل هذا المرض بهذا القدر، يعني قد هي كارثة لليمن. لكن الحمد لله والله أنهم وقفوا فعلا، يعني وقفة رجلا واحد مع كل المرضى طول الليل وهم ساهرين والنهار، والدكتورة والله ما قصرت. تجاوزت اليمن خلال الفترة ما بين أكتوبر 2016 وحتى مارس الماضي ما وصفتها المصادر الطبية بالموجة الأولى لوباء الكوليرا التي ضربت أكثر من 16 محافظة، لكن الموجة الثانية تضرب بقوة في عاصمة البلاد. نحن الآن في موجة جديدة للكوليرا بعد أن حدثت موجة سابقة في شهر أكتوبر 2016 وتجاوزناها بنهاية فبراير. كانت الحالات في انحسار تماما في جميع أنحاء الجمهورية، لكن تفاجأنا هذا الأسبوع بازدياد الحالات بالذات من يوم الجمعة الماضية حتى الآن. في هذه الموجة الثانية تم التأكد من إصابة جميع الحالات ببكتيريا الكوليرا، فيما تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن أغلبية الحالات المصابة في الموجة الأولى سببها الإسهالة المائية الحادة. أكثر من 14 مليون شخص يفتقدون إلى خدمات الرعاية الصحية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. حقيقة ميدانية تضاعف من تأثير أوبئة سائرة كهذه التي تجتاح البلاد وتقتل العشرات. منذ أكثر من أسبوع يواصل عمال النظافة إضرابهم بسبب رفض سلطة الأمر الواقع التي أسستها ميليشيا الحوثي في صنعاء صرف مرتباتهم، ما تسبب في تكدس غير مسبوق للقمامة والمخلفات في شوارع العاصمة. ومع تساقط الأمطار الربيعية على المدينة في مثل هذا الوقت من السنة تولد وضع بيئي سيء قد يكون سبباً مباشراً في تفشي جائحة الكوليرا بهذا الحجم وبالذات في العاصمة صنعاء.